عمرك ما هتتعلم النظام. طبعاً لسه نايم ولا في دماغه ولا فاكر إن النهاردة عيد جوازنا. ماشي كرمة، استنى كرمة، استنى اسمعيني، انا هشرح لك، انا هقول لك. قول اي حاجه وانا هصدقك. قولي كل اللي شفته فوق ده مش حقيقه وانا هصدقك، بس اثبت لي. قول ان انا مجنونه وبيتهيأ لي حاجات وانا هصدقك، بس اثبت لي. يعني ده مش كابوس، ده حقيقة، كل ده حقيقة، مش تهيؤات ولا وهم. لو كنت دخلت عليا ولقيتني في الوضع ده كنت هتعمل ايه؟ انا هقول لك، كنت هتقتلني وتقتله، وكنت برضه ما هتحس انك ما عملتش اللي انت عايزه. لو كنت عملت كده وقطعتني حتت ما كنتش حتى هتلوم نفسك. عارف ليه؟ عشان انت بتموت الخاينه اللي ما ظنتش العشره ولا اسمك، صح؟ انا بلوم نفسي على حاجه واحده بس يا كرمان. عارف هي ايه؟ كنت فاكره ان انا الوحيده اللي في الدنيا اللي اخترت البني ادم الصح، لكن انا كنت باخدع نفسي غبيه. اوعى تمد ايدك عليا، اوعى تلمسني، اوعى تيجي جنبي، انت سامع؟ انتي عارفه اني جميل اوي. مفيش ست مش جميل. انا لما جيت هنا كنت متضايق وبقول لنفسي ايه الرميه اللي اترميتها دي وايه الحظ الزفت ده، بس دلوقتي انا مبسوط وحاسس انه دي اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. انا حاسس ان انا وانتي نعرف بعض من زمان. تصدقي الساعة اللي غبتيها عني وحشتيني. بكره الإحساس بخيانة. كل لما بفتكر إن أنت متجوز بقول إنك مش المفروض تكون هنا. لو قلت لك إني حبيتك. أنت ما تعرفنيش غير من ساعات. حب مش محتاج أكتر من إنك تحس اللي قدامك. مش هنكسب حاجة غير الإحساس بالذنب. ذنب من مين؟ مراتك. هو أنتِ تحسي بالذنب من حد ما تعرفيهوش؟ عارف يعني إيه حد يحبك أكتر من نفسه؟ عارف يعني إيه؟ حد يحبك كل حياته؟ عارف يعني ايه حد يستأمنك على نفسه؟
حد يبني عليك كل الأحلام. روح. مش هقدر. مراتك أكيد مستنياك. بس أنا عايزك أنتي. أنت غريب. أنا مش غريب. أنا تعبت. تعبت من القلق والتوتر والخناق والقرف والطاقة السلبية اللي أنا أنت بتحاول تلاقي لنفسك مبرر. صدقيني هي دي الحقيقة. أنا قضيت معاك يوم أجمل يوم في حياتي، والإحساس اللي عايشه معاك دلوقتي كنت طول عمري بدور عليه. والله ما كان قصدي إني أنا أضايقه. ما كانش قصدي إني أحسسه إن الدنيا صعبة قوي كده. أنا بجد بحبه. بتحبيه؟ إيه هو الحب بالنسبة لك يا علو؟ حب انا هقول لك مراتي بتشوف الحب ازاي، لان انت زيها، انتوا كلكم بتفكروا زي بعض. الحب بالنسبه لمراتي ان افضل جنبها على طول، ان اكلمها كل ساعه وكل دقيقه علشان اقولها على كل تحركاتي وبعمل ايه، علشان ما تجيش واحده تلطشني منها وتبقى في واحده اهم منها خدتني. الحب بالنسبة لمراتي إن أنا أقولها على كل حاجة هي بتقولها صح وأسقف لها، مع إنها ممكن تكون غلط. الحب بالنسبة لمراتي إن ألبلها كل طلباتها، حتى لو كانت الطلبات دي مش مهمة، بس علشان الناس اللي حواليا يقولوا واو دي متجوزة واحد ما حصلش. وده غلط؟ طبعا غلط. ما تيجي كده هقول أنا إيه بالحكاية، اطلب منك نفس الطلبات دي وشوف ايه رايك. ايه رايك لو قلت لك تكلميني كل ساعه وكل دقيقه علشان انا مش بثق فيكي؟ ايه رايك لو قلت لك انا بشك فيكي علشان اوهام وهواجس في دماغي؟ ايه رايك يا علا لو قلت لك اصرفي كل اللي معاكي على حاجات ملهاش اي لازمه عشان انا بس اللي عايز كده؟ ايه رايك لو قلت لك البسي بطريقه معينه علشان الناس تقول واو دي متجوز واحدة ما حصلتش؟ ايه رأيك لو قلتلك اتكلمي بطريقة معينة وكلي بطريقة معينة وتضحكي بطريقة معينة علشان انا بس اللي عايز كده؟ ايه رأيك يا علا لو قلتلك سيبي كل اللي وراكي واللي قدامك، شغلك، اهلك، صحابك، وتقعدي جنبي يا علا؟ ليه؟ علشان خايف لا تخونيني، عشان شايفك وحشة، ودي كلها أوهام في دماغي أنا بس اللي مصدقها. أنا عملت كل ده؟ للأسف أنت عملت كل ده. عارفة ده رد فعله هيكون إيه؟ إيه؟ هتدور على حد تاني. مش عشان أنت بتحب الخيانة أو أنت حد وحش، لا، علشان أنت عايزة تحسي بالأمان، حد تستريحي معاه، حد كده وانت بتتكلمي معاه تحس انك بتتكلمي مع نفسك، مش واحد بينقلك اخطائك وبيطوس عليها. يعني انا السبب؟ للاسف يا علا، للاسف انت السبب في كل اللي حصل.